Did you have to put that? اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الرحاب الطاهرة بعد قليل سيرفع أذان المغرب في اليوم 11 من رمضان الخير. ربنا تقبل منا ومنكم الطاعات. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والرباط. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. شاهدوا رغم برودة الطقس لكن عشاق ومحبي الأقصى لا يلتفتون لهذه حتى البرد وأي ضعف كان فيأتون في هذه الأيام الفضيلة في الأيام عندما يلتقي الزمان رمضان طبعا والأقصى المبارك هذا المكان العظيم. إن شاء الله تنهالوا علينا إن شاء الله ونكون إن شاء الله من المتقين المقربين إن شاء الله. أيام المعدودات تنقضي وينقضي معها العمر ويبقى رمضان طعام رمضان كريم. كل عام وانتم بخير. الف خير. صور لي محمد الخير لو سمحت. اعمل له البلوز للاقصى يا محمد. ما شاء الله ما شاء الله. شو بتحب انت؟ الله اكبر الله اكبر. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيبقى الاقصى ويبقى المسجد ان شاء الله عامرا للمسلمين عامرا باذن الله تعالى. اللهم اغفر وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا ربنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا واصل المنقطعين. أوصلنا إليك هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اسلب قلبا خاشعا وعينا دامعة وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم في هذه الساعة المستجابة إن شاء الله. نتضرع إلى الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا يا الله. يا رب ارفع الأمة على الأمة. يا رب ارفع الأمة على الأمة. يا الله بك نستغيث ومن يغيث سواك. يا رب ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لأبي أنت وأمي يا رسول الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا
واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. يا رب اكفنا ما همنا وما لا نهتم به وما أنت أعلم به منا. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم زودنا التقوى واغفر لنا ذنوبنا ووجهنا إلى الخير أينما توجهنا يا رب العالمين. يا الله برحمتك نستغيث، يا رب برحمتك نستغيث، ومن يغيث سواك يا الله. في هذا اليوم العظيم اكرمنا وعافنا واعف عنا. اللهم شاف مرضانا وارحم موتانا يا رب. في هذا اليوم العظيم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا مريضا الا شافيته، ولا مريضا الا شافيته، ولا مريضا الا شافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا عائلا الا اغنيته، ولا يتيما الا اويته، ولا مسكينا الا رحمته، ولا بعيدا الا قربته، ولا معسرا الا يسرته، ولا ظالما الا اخزيته واقسمته، ولا مظلوما الا ناصرته، ولا بعيدا الا قربته، ولا حاجز من حوائج الدنيا والاخره. لك فيها رضا ولنا فيها صلاح، الا قضيتها او اعنتنا على قضائها. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الذنب والبليات، ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير وبالرجال الجزير. لك صمنا وعلى رزقك صمنا وبك آمنا.
وسلم وبارك على سيدنا